للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد حسن جناحي، رئيس أول قسم الشراكات ودعم العملاء في تمكين. مساء الخير سيد أحمد، ولو تعطينا نبذة عن برنامج دعم استمراريات الأعمال الذي تم تدشينه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا مسي عليك في الخير أختي مريم، أنت والإخوان المشاهدين والعاملين معاكم في برنامجكم الكريم، وشاكرين لكم طبعا تخصيصكم الوقت لتسليط الضوء على جهود فريق البحرين، واللي نتشرف ان احنا نكون جزء منه. طبعا بخصوص سؤالك طال عمرك، برنامج الدعم كان استجابه للتوجيهات الملكيه الساميه العاهله للبلاد المفدده، والحاقا باعلان الحكومه عن الحزمه الماليه والاقتصاديه، واللي من ضمنها اعاده توجيه برامجنا في تمكين لدعم المؤسسات المتاثره بالجائحه، واستكمالا حق بقيه الجهود الوطنيه اللي تقدمها مؤسسات الدوله المختلفه. طبعا كل جهه على حسب مجالها. حكومة البحرين اليوم قاعدة تحاول قدر الإمكان أنها تقدم الدعم اللازم للأفراد والمؤسسات من خلال هذه البرامج الدعم المختلفة. وببساطة شديدة، برنامج دعم استمرارية الأعمال اللي تقدمه تمكين هو برنامج يقدم منح مالية للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة المتأثرة من تبعات هذه الجائحة. الهدف من هذه التخفيف من الأعباء التشغيلية اللي توجهها هذه الفئة من المؤسسات، بالتحديد في استمرارية عملها. نعم، كيف من الممكن تقديم الطلب للاستفادة من هذا البرنامج؟ طبعا الطلب حق هذا البرنامج يتم بشكل مباشر من خلال موقعنا الإلكتروني. أنا حابة أؤكد أن عملية التقديم جدا سهلة ومباشرة، وما تحتاج حق أي طرف ثالث لمتابعتها. كل ما على صاحب المؤسسة أو رائد العمل أو مقدم الطلب أنه يسويه، أنه يدخل على موقعنا الإلكتروني وينشئ حساب ويفعله، وبعدها يدخل على استمارات الدعم. وإذا كانت المؤسسة عندها حساب على بوابة تمكين الإلكترونية مسبقا، فكل ما عليهم أن يسوونه يدشون على الموقع ويقدمون على الطلب. طبعا مثل ما أكدت قبل شوي، الطلب جدا بسيط، ما راح يأخذهم أكثر من 20 أو 30 دقيقة. بعد ملء الاستمارة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وتزويدنا معلومات الحساب المصرفي ومعلومات المؤسسة، بيتم التحقق من الطلب وتقييمه، وبعد إصدار الموافقة بنحول الدفعة الأولى من الدعم للحساب المصرفي للمؤسسة. اللي حاب أكد عليه أختي، النقطة الأساسية، أن احنا من خلال هذا الدعم الممنهج اللي تقدمه حكومة مملكة البحرين والجزئية اللي احنا نغطيها في تمكين، حابين نقول حق أصحاب المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر أن احنا كلنا في مركب واحد، وكلنا فريق البحرين، واللي يحتاجونا في هذه الفترة واحنا متفهمين الصعوبات. طبعا يمكن بعض القطاعات متأثرة أكثر من قطاعات أخرى، احنا هذه هدفنا، هذه القطاعات المتأثرة نبي نقدم لهم الدعم اللازم، وبنوقف كلنا مع بعض عشان نواصل مسيرة التنمية ونوصل حق الرؤية اللي وضعتها لنا القيادة الرشيدة. بالتأكيد السيد أحمد حسن جناحي، رئيس أول قسم الشراكات ودعم العملاء في تمكين، شكرا جزيلا لكم.